السفر فرصة حلوة قوي انك تعملي غلطات هناك ومحدش هيكومنت عليكي او هيعلق عليكي، لانه الناس بره بيكون هدفها ما بيجلدوش زي هنا. حتى لو انت على فكرة مسافرة بلد ما بتتكلمش انجلش، بس الهدف ما بيني وبينك دلوقتي is communication او ان احنا نتواصل، فبالتالي هتقولي ايه انا هقول ايه، هنحاول نوصل للمعنى في الاخر اللي ينجز لنا الموضوع اللي احنا عايزين نعمله. فبالتالي بالعكس انا شايفة انه واحنا بره عادي ان احنا نعمل ميستيكس ونعمل غلطات براحتك، بالعكس هتتعلم من اللي قدامك ومش هتنساه عشان انت غلطت فيها. صح، اما بتغلطي بتتعلمي من الغلط. طب افرضي سافرنا بلد مثلا زي روسيا، لان الشيف حسن سافر روسيا قبل كده، فانت عملت ايه بقى في روسيا؟ كلمتهم روسي ولا انجليزي ولا فرنساوي؟ لا انا اي حد كنت بقابله بقول له خرشوف طول ما انا ماشي. خرشوف؟ اه خرشوف خرشوف. ده ايه ده؟ خرشوف خرشوف؟ لا يعني الحمد لله مبسوط. بالروسي؟ جد لا. والفلوس بتاعتهم كنت بقول لهم لالالالي. ولالالالي ودي يعني فلوس بالسوري؟ تعرفي عليه كم فلاس؟ لا ولا لالالالي. كمان زفا انا اعرف. اه يا لالالي يا لالي يا لالي. والله فلوس مسابقة لالالي. يا سلام. كمان زفا طبعا. كمان زفا بالفرنسي؟ خدت بالك منها؟ دي فرنسي عارفينها. جو سي كمان زفا. جو فاسي. وكو؟ يا سلام. جو مابل بوسعينة.